الحقيقة يعني الشعب العراقي من حقه أن يلوم أوباما ويلوم ترامب، وربما سيلوم بايدن إذا لم يتصرف بحكمة في هذا الملف النووي المقلق حقيقة، والذي تستغل إيران ثغرات موجودة في آلية العلاقات الدولية وفي موازنة العلاقات الدولية. ولكي أكون واضحا، علينا أن نفهم بأن حيازة السلاح النووي في نهاية اليوم، كما يقول الأمريكان by the end of the day، حيازة السلاح النووي لا تعني استخدامه، ذلك لأن السلاح النووي لم يعد سلاح قتال في ظروف العالم هذا، تحول إلى سلاح ردع. وفي لغة العالم الثالث، سلاح الردع يعني سلاح الابتزاز، أي أن إيران تحاول أن تبتز العالم بحصولها على السلاح النووي، غير ملقية بالا إلى أن الموازنة النووية المرعبة، إذا ما أتيح لنا أن نقول، بين الأطراف الممتلكة لها ستبقى حصة إيران منها صفرا. ماذا تعني؟ ماذا يعني رأس نووي واحد مقابل، خذ الجوار كله مقابل 250 رأس موجود في باكستان أو 300، كذلك في الهند، كذلك في الصين آلاف، ولدى الكيان الصهيوني 350 إلى 400، روسيا لديها الآلاف، وتركيا محصنة بمظلة الناتو التي وراءها الولايات المتحدة ودولتين نوويتين آخرتين هنا. لكن إيران من هذه الثغرة، ثغرة أنه ليس هنالك ضربة، تحاول أن تعمل بما يمكن أن نطلق عليه دبلوماسية مخالب القط، أي أنها تحاول أن تخرمش أكثر ما يمكن. ومن دلائل هذا ما وجدناه على الساحة العراقية حتى بعد زيادة أعداد الناتو التي حصلت بعد ضربة تربيل أو معها. إذن إدارة بايدن هنا على المحك. أنا سبق وأن قلت في برنامجي لك أن هنالك نصف إدارة بايدن يتعاطف مع إيران، وهؤلاء هم الذين ورثهم بايدن وورث نفسه.